مع بدء العد التنازلي لدخول عيد الأضحى المبارك، بدأ العد التصاعدي لأسعار الأغنام. عندك البلدي طول عمرك النجدي، والنجدي طول عمرك أسعاره من 2500 إلى 3000، النعيمي طول عمرك من 2000 لين 2500، هذه أسعار يوصل 3000 كبير الناهي، الحري من 1008 لين 2000-2003. جولتنا في سوق الأغنام بحي العزيزية جنوب الرياض أظهرت تراجع معروض الأضاحي البلدي مقارنة مع السنوات الماضية، ووفرة في الأغنام المستوردة، وارتفاع كبير بأسعار البلدي والمستورد. أسعار ارتفاع غلاء العلاف من يوم ارتفع الشعير، والناس باعت الحلال وقل الحلال وسبب ارتفاع الأسعار. نوع الحلال موجود في السوق أكثر شيء أغلبه المستورد هنا، وفي الحراج هناك تحصل البلدي النعيم البلدي والحري والنيدي. هذا أسعار البلدي يتراوح ما بين 1550 هذا الصغير إلى طيب مرة إلى 3000 أو 2500. التجار أكدوا أن أسعار الأضاحي البلدي بارتفاع، وتبدأ حاليا من 1500 ريال للأضاحي الصغيرة، وتوصل إلى 3000 ريال وأكثر للأضاحي الكبيرة، والسبب غلاء الأعلاف اللي نقص المعروض ورفع الأسعار بشكل جنوني.